خوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. خوف أو يرى دري قسمته تقسيمية. خوف يجب أن يصرف لله سبحانه وتعالى. خوف هذا يرى شغل صرفت الله دباري. ومن صرف هذا الخوف لغير الله فهو شرك أكبر. أو دغر أن الله ندائرة شيء إنسان بلشة تصرف كل بلشة توارد ولا شرك أكبر. لأن الخوف عبادة لله. ذكى يرد الله نداد الله عبادة دي. ولا يمكن أن نخاف من أحد كخوفنا من الله. دائم كان نلريش من دس كان ويريق ولا كسنجش الله نيريق. فإذا كان يخاف من أصحاب القبور يخاف من الجن كخوفه من الله هذا هو الشرك الأكبر. كشرت قبرنا ولا ونا أو دبيريانا داس يريق ولا كسنجش الله نيريق ذا شرك أكبر ده. والله الثاني عارف. خوف طبيعي لا جائز لا ولام عليه العبد. دوام يرى هذا طبيعي يرى ذا هذا جائز ده باقي ما نسوق ملامته. يخاف من اللصوص من قطع الطريق يخاف من النار يخاف من الأسد. دغلونا دداكوانونا دورنا زناورنا يريدل. الثالث من الخوف خوف محرم. درام قسم يرى حرام ذا. بعض الناس يذنب. زني كسان زناكي. ثم يخاف أنه لا يغفر له فلا يستغفر. هذا خوف محرم. بيا يريق بديما نشير التوبة من قبول أنش توبة نوباسي. أو الولد يخاف من الأب ويطيع الأب في معصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أو يا يوزويد يا قد بلارنا يريق ودغيري دواجنا يا قد قناه كيدا الله رب العالمين فرماني كي. نعم إذا هذه أقسام الخوف الثلاثة والله أعلم. دا خوف دياري قد ري قسمة دي والله أعلم.